السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من جرائد المونديال، والبداية مع العنوان. نبدأ مع الوطن القطري، الفيفا يتوعد لصوص السعودية. في الرأي الكويتية العرب يضيعون في الوقت الضائع. من الأنباء الكويتية السفير البريطاني إنجلترا قادرة على الفوز بكأس العالم. نتابع مع المنتخب المغربي، رونار يقول هذه أسباب الهزيمة والأمل قائم. في طهران تايمز الإيرانية كيروش أسكت منتقدي بالفوز على المغرب. في البايس الأوروغوانية أوروغواي تحطم تاريخها السلبية. عالميا أيضا من ماركا الإسبانية، رونالدو أذاقنا المر في المباراة الأولى. من الإكيب الفرنسية، اليوم الكبير للأزرق. ومن ديلي ميل الإنجليزية، ستيرلينغ أتعامل مع الانتقادات وكأنني أرتدي واقي من الرصاص. خسارة عربية ثالثة قلصت الأمال لكنها لم تبدد الطموحات. يوم جديد مع صحافة المونديال، ونجم الكرة المصرية السابق أيمن منصور سينضم إلينا بعد قليل لقراءة صحف العالم، لا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، وأرحب بك إيمان معنا اليوم أيضا، وأدعوك بداية لمتابعة أخبار الجرائد. جولتنا على أخبار المونديال تبدأ من الدوحة وغلاف صحيفة الوطن القطرية. الفيفا يتوعد القراصنة. في الوطن القطرية أيضا مع مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع. أداء أعمال القرصنة التي تقوم بها القناة المشبوهة بي أوت كيو. الفيفا يتوعد لصوص السعودية. الاتحاد الدولي سنتعامل بجدية مع انتهاكات الملكية الفكرية. ندرس كل الخيارات المتاحة لوقت خرق الحقوق الخاصة بنا. القناة المشبوهة لم تحصل على أي حقوق منا لبث المباريات. جولتنا مستمرة في صحافة الدوحة، ومن الراية نتابع. فكت عقدة مباراتها الافتتاحية في البطولة. أوروغواي تهزم مصر في الوقت القاتل. كوبر راض عن أداء المصريين. تبارز يرفض لوم سواريز، وأيضا الشناوي رجل المباراة. في الشرق القطري نرصد المباراة الثانية وخسارة المغرب المفاجئة. المغرب يدفع ثمن إهدار الفرص. بالنيران الصديقة إيران تفوز في آخر دقيقة. الكعبي يقول سنهزم إسبانيا والبرتغال. كيروش الحظ سانده. إلى غلاف صحيفة ستاد الدوحة التي تصدرها دون رونالدو تحت عنوان هاتريك من كوكب آخر. نذهب إلى الكويت ونرصد سويا ردود الفعل على مباريات أمس، البداية من الرأي. العرب يضيعون في الوقت الضائع. في الأنباء الكويتية هذا الحوار مع السفير البريطاني قبل انطلاق مباريات منتخب الأسود الثلاثة. إنجلترا قادرة على الفوز بكأس العالم. لدينا لاعبون شباب يرغبون بالوصول إلى أبعد مدى، لكن يجب أن نكون حذرين من مفاجآت البطولة الكبرى.
إلى الصحف العمانية ونقرأ من الصفحة الأولى لصحيفة عمان. مصر والمغرب يخسران بسيناريو الثواني الأخيرة، خسارة عربية ثالثة. أبدأ مع ضيفي كابتن أيمن، نبدأ مباراة مصر والأوروغواي. هل تتفق مع كوبر بأن أداء المنتخب المصري يستحق الرضا؟ ما فيش شك طبعا، منتخب مصر امبارح عمل مباراة جيدة جدا طبعا في ظل وجود نجوم كبار في منتخب أوروغواي زي كافاني زي نانديز زي سواريز. طبعا أنا شايف إن هم أدوا أداء أكتر من رائع امبارح. كان أهم عامل عندهم إن هم التنظيم الدفاعي بالذات، يعني كانوا منظمين بشكل جيد جدا ابتداء بعد فقد الكرة، ما فيش مساحات، لأن ده كان ميزة لمنتخب أوروغواي إن هو بيلعب في المساحات، وإن كان برضو عامل المهارة الفردية كان سواريز أو كافاني حب يشتغل على الناحية الفردية أو التصويب من بعيد. يمكن كافاني من الكرات الثابتة برضو قدر إن هو يعمل كم هجمة كويسين طبعا وكان ممكن يسجل. بالنسبة لمنتخب مصر امبارح أو الأمس عمل مباراة رائعة، وخاصة إن هم قفلوا على مفتاح اللعب، قفلوا على المساحات، عبد الشافي وتريزيجيه قفل على نانديز وفاريلا ناحية اليمين، بالنسبة لأحمد فتحي وعمر وردة برضو قفل على دي إسكارتا وكاسيريس طبعا من ناحية الشمال. يمكن برضو الكور الثابتة كانت مشكلة، سواء الضربات الركنية سواء الفاولات، وأوروغواي طبعا أحرز هدف من كرة ثابتة، وإن كان يعني برضو يمكن كانوا بيتميزوا فيها طبعا الكور الثابتة ديت، كان برضو خطأ من القلب سواء علي جبر أو النني أو حجازي، لأن طبعا الراجل كان لازم يتراقب مراقبة أكتر من كده، أو مراقبة تكون إن هو ما يتمكنوش إن هو يطلع قبليهم، وبعدين يعني هم كمان برضو جاي ارتقاء من تحت، فالمفروض إن هم واحد بس اللي يمسكوا مش ثلاثة، لكن الثلاثة اشتركوا مع بعض، ما فيش حد كان ماسك في الوقت دوت. طيب هل تعتقد انه عدم مشاركة صلاح كان قرار صائبا؟ بصراحة يعني صلاح ما كانش لازم يتغامر بيه امبارح، لان لو اتغامر بيه هتفيدين الماتشين اللي بعد كده. فصلاح طبعا زي ما احنا كنا بنقول يعني ان صلاح فعلا مفتاح لعب، فعلا هداف، فعلا لعيب يعني كبير. امبارح تحدثنا ان صلاح كان ممكن ان يحدث تغيير لو صلاح موجود كان منتخب مصر هيسجل اهداف، لان لو ما كانش هو هيسجل اهداف تريزيجيه كان ممكن يسجل، كان ممكن كهربا، كان ممكن رمضان صبحي لو نزل في الشوط الثاني، فانا شايف عمرو ورده كان ممكن يسجل، عبد الله السعيد، انه في تفاهم بينهم هم المجموعه اللي انا قلتها ذكرتها ديت، فكان لو موجود امبارح كان هيسجل. وبعدين منتخب مصر اكبر منتخب اوروغواي على الدفاع، فدي على بعض لحظات المباراه كان منتخب اوروغواي بيدافع لحظات كثيره، استحواذ منتخب مصر عمل له ثقل في الملعب، لان دي كانت بتتعب منتخب اوروغواي، يعني كان منتخب مصر ما بيفقدش الكره بسرعه، لكن لما يكون بيستحوذ كان بينقل، وبعدين بيفقدها في ايه؟ بيفقدها مثلا رمي التماس، بيفقدها كورنر، بيفقدها فاول ليهم، فبالتالي لما كانت بتترد على منتخب مصر ما كانش بتشكل الخطوره اللي احنا كنا متخوفين منها من منتخب اوروغواي. لكن بقول مباراه رائعه، ننسى اللي فات ونبصوا على مباراه طبعا. لكن ماذا كان ينقص المنتخب المصري تحقيق الفوز؟ اللي بينقص منتخب مصر الحته الاخيره الناحيه الهجوميه، ان هي يسجل اهداف، انه جات له فرص امبارح، يعني جات له فرص، كان تريزيجيه برضه جات له فرص كتير جدا، كان هو واحد على واحد كان ممكن يروح عدد ضئيل يعني احنا شفنا كان سواريز امبارح، كان كافاني، كان دي اسكارتا، كان بيتانكور من قلب الملعب، كان فاريلا برضو ونانديز كان من ناحيه اليمين، كان في زياده عدديه في الملعب امبارح من ناحيه منتخب اوروغواي. لكن منتخب مصر كان مثلا تلاقي تريزيجيه ومروان محسن، كان تلاقي مثلا عمرو ورده يوم ما بيجي من تحت، عبد الله السعيد، يعني مثلا تلاقي اثنين او ثلاثه في الناحيه الهجوميه كان ممكن يسجل، وكره النن دي كان ممكن يعني يتعامل معها احسن من كده، اللي هي عملها تشيب من فوق حارس المرمى. لكن كان احنا وصلنا وكان الشكل كويس، لكن العامل الهجومي او الفينش بتاع الهجم بتاع منتخب مصر ده اللي كان ينقص منتخب مصر الامس. عموما يعني نتمنى التوفيق لمنتخب مصر في المباريات المقبله. ابقى معي الكابتن ايمن. كيف علقت الصحافه المغربيه على خساره اسود الاطلس المفاجئه امام ايران؟ البدايه من صحيفه المنتخب.
نار بوحدوز قتلت الأسود بسيناريو مشؤوم. المنتخب نقل تصريحا خاصا للمدرب الفرنسي هيرفي رونار، نتابع أبرز ما جاء فيها. هذه أسباب الهزيمة والأمل قائم. المنتخب نقلت عن رونار قوله: غابت اللمسة الأخيرة وأضعنا كرات عديدة وارتكبنا أخطاء لم يكن علينا القيام بها، الخصم كان يلعب بطريقة دفاعية وينتظرنا للانطلاق في المرتدات أو الضربات الثابتة. المدرب أضاف: إيران لم تمتع ولم تقنع وفازت، وهذا الجانب المظلم لكرة القدم. سنحاول التشبث بالأمل ولا نتحدث عن إقصاء مبكر، لأننا سنلعب الكل للكل ضد إسبانيا والبرتغال. ننتقل إلى إيران ونتابع ردود الفعل بعد الانتصار المثير على المنتخب المغربي، ونقرأ من صحيفة تهران تايمز هذا الخبر. كيروش أسكت منتقديه بعد الفوز على المغرب. الصحيفة سلطت الضوء على حديث المدرب البرتغالي لمنتخب إيران كارلوس كيروش بعد الفوز الأول له في مونديال روسيا، ونقلت عنه قوله: قدمنا الكثير من التضحيات من أجل تحقيق هذا الانتصار الذي نهديه إلى عشاق المنتخب الوطني الذين دعموا الفريق حقا، وليس أولئك الذين يهددون ويدعون أنهم يدعمون. أعود إلى ضيفي كابتن أيمن، يعني لعنة اللحظات الأخيرة تظهر أيضا مع المغرب، هل تعتقد أن الوهج الكبير الذي رافق المنتخب المغربي أثر سلبا على اللاعبين؟ أنا أقول أن طبعا إحنا منتخب المغرب عامل لقاءات كويسة جدا في اللقاءات الودية، وكان دايما في مكاسب، يعني كان بيكسب كتير جدا، كان معشم الجميع الجماهير المغربية كلها أن هو ينتصر بالأمس. وإن كان برضو كيروش ولاعبيه أفرضوا أسلوبهم، وده أسلوب برضو محترم، إن هو بيقفل الجيم بيلعب على الهجمة الكاونتر أتاك، هجمة المرتدة. فأنا شايف إن هم من واحدة سنعت ليهم، ويمكن بهيدرز طبعا كبير جدا جدا من لاعب المغرب طبعا اللي هو أسائل اللي هو يعمل الكرة دي بالهيدرز بتاعه. فأنا شايف إن هو منتخب المغرب اتعاقبوا عقاب كبير جدا امبارح. ليه؟ لأن طبعا 30 دقيقة كان ممكن يحرزوا أكثر من هدف، فبالتالي ما استسنحوش الفرص، كل الفرص، سواء مثلا مهدي بن عطية، شوف بيلعب قلب مدافع، لكن في الكور الثابتة كان بيصعد بيروح، وجات له فرصة أنه ممكن يسجل منها. بالهندة، أيوب الكعبي، بوصوفة، اللعيب الحكيم زياش ده لعيب أكثر من رائع، فبالتالي فرص كتير جدا سنحتيهم في الشوط الأولاني، ما استثمروش واحدة منهم. يعني هم زي ما تقول مثلا ايه، احنا هنسجل بس مأجلين التسجيل دوت. انا مش عارف، يعني ده يمكن شويه غرور ان هم المباراه كانها واخدينها ان هي معاهم او يكسبوها في اي وقت. لكن الكوره ده الجانب المظلم يعني فعلا من كره القدم. لكن خلينا نقول برضو ده عقاب كبير ان الكره او التاريخ هيقول ان احنا ما استحوذناش او ضيعتها فرص. التاريخ هيقول ان ايران كسبت المغرب في الثواني الاخيره من الوقت بدأ الضايع. فأنا شايف إن ده عقاب كبير جدا لفريق المغرب، إن هو ضيع فرص على مدار 30 دقيقة، وجي الريتم نزل في الشوط الأولاني وارتفع تاني برضو بعض الشيء. لكن أنا بحيي برضو كيروش إنه بيلعب بأسلوب، فرض أسلوب على منتخب المغربي. وكان هيرفي رونارد برضو ما شاء الله، يعني أنا راجل ده راجل محفظ. بمناسبة يعني الحديث عن رونار، هو يرفض الحديث عن إقصاء مبكر، هل تراها ممكنة بعد مباراة أمس يعني بين إسبانيا والبرتغال؟ بالشكل دوت منتخب المغرب بالشكل ده والأسلوب بتاعه وقوة المنتخب المغربي في سواء الهجومية أو الدفاعية، أنا بقول إن منتخب المغرب لسه اللي فيه كلام تاني في المباراتين القادمتين. لكن هيرفي رونار واثق من نفسه واثق من لعبته، بقول إن 3 نقاط برضه لكيروش يعني يعتبروا قفزة كبيرة جدا للصعود للدور اللي بعد كده. فأنا بقى شايف إن هيرفي رونار يعني من المنتخبات الواحدة هيحزن عليها لو أقصى من الأدوار الأولانية في بطولة كأس العالم. نعم. طيب برأيك هل اللاعب العربي يفتقد إلى التركيز في آخر المباريات؟ يعني آخر أوقات المباريات؟ يعني مش اللاعب العربي بس، يعني ده حاجة ذهنية. إحنا بنقول كل ما الجسم بيتعب كل ما الفكر أو التفكير أو الذهن يبقى فيه إجهاد، فما بيعرفش يوصل
المعلومه صح او ما يعرفش يزيد اللي هو التركيز. فكيف اذا كانت مع بطوله عالميه يعني. بطوله فدي بطوله عالميه، فانا شايف برضو يعني معلش يعني في بتبقى من لعيبه للعيبه، لكن مش منتخب العربي بس يعني، دي معظم لعيب العالم ممكن يبقى فيه حته تركيز. يعني لا نلوم المنتخبات العربيه، لا ما تلوميش المنتخبات العربيه، ده حاجه يعني علميه، ان بتقول طيب. كل ما يبقى التركيز كل ما يبقى فيه عدم تركيز، كل ما يبقى عامل مجهود كل ما يبقى فيه عدم تركيز شويه. كابتن امل ابقى معي، ساعود اليك بعد خليل. نتحول الآن إلى إسبانيا، حيث تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو غلاف صحيفة ماركا الإسبانية بعد تسجيله هاتريك في شباك الماتادور وأنقذه البرتغال من الهزيمة أمام إسبانيا في الجولة الأولى بكأس العالم. المنشات في الصحيفة يقول: رونالدو أذاقنا المر في المباراة الأولى، أو أذاقنا المر عفوا في المباراة الأولى. الصحيفة اعتبرت الأداء الإسباني أمام البرتغال جيدا، ولكن أخطاء التي قام بها حارس المرمى دخية تسبب في استقبال هدف ساذج في وقت تألق كوستا وسجل هدفين، ولكن في الأخير خرجت إسبانيا بنقطة وحيدة وأصبحت مطالبة الآن بالفوز على المغرب وإيران للتمسك بحظوظ التأهل. صحيفة سبورت الكتالونية انتقدت بشدة أداء لاعبي المنتخب الإسباني ووضعت عنوانا مثيرا على صدر غلافها. نتابع من سبورت متفرجون. الصحيفة قالت: رونالدو سحقنا وسجل ثلاثية في الوقت الذي وقف فيه بعض اللاعبين كالمتفرجين، فحارس المرمى دخية اكتفى بمشاهدة كرة الهدف الثالث تمر من الشباك. مستمرون في إسبانيا ونقرأ في صحيفة آس الإسبانية مقالا لرئيس التحرير ألفريدو ريلانو تحت العنوان التالي: الحظ تخلى عنا. ريلانو أشاد بالأداء الذي قدمه المنتخب الإسباني أمام البرتغالي، مؤكدا أنه لولا الحظ وكريستيانو رونالدو لكان الفوز حليفهم، وأضاف خلال المقال: ماركا منا موجود هون، فأنا كبست أول وحدة طلعت لبعد الأول أن حظوظنا في المجموعة ما تزال قائمة بقوة، وعلينا أن نحافظ على فرصنا في التأهل للدور القادم. والثاني أن الأداء كان جيدا والهيمنة كانت كبيرة لإسبانيا، فعلى الرغم من استقبال هدف مبكر إلا أننا عدنا في النتيجة وكنا الأقرب للفوز لولا أننا واجهنا لاعبا مثل كريستيانو رونالدو الذي قدم أداء مذهلا. وبصورة عامة فإننا لم نحقق الفوز، لكننا حققنا العديد من المكاسب وأهمها الأداء الجماعي القوي، وننتظر الأفضل في الجولات القادمة. نتحول إلى البرتغال ونطالع الصحف البرتغالية التي أشادت بالمستوى الذي قدمه منتخبها في بداية مشواره المونديالي، ونبدأ من صحيفة أبولا. بدون كلام، الصحيفة اكتفت بصورة كريستيانو على كامل الغلاف أثناء احتفاله بأحد أهدافه الثلاثة في شباك إسبانيا، وكأنها لم تجد عنوان يتناسب مع حجم ما قدمه النجم البرتغالي المتألق خلال المباراة. في صحيفة أوغو البرتغالية كان رونالدو البطل أيضا وتصدر الغلاف تحت عنوان: الوحش. الصحيفة أشادت بالأرقام القياسية الجديدة التي حطمها بعد أول هاتريك يهز شباك إسبانيا في كأس العالم، وقالت: لقد حطم الدون في المباراة ما يعادل 6 أرقام قياسية جديدة. أعود إلى ضيفي كابتن أيمن باختصار، يعني صحيفة تابولا عجزت عن وصف رونالدو، هل لديك وصف معين لهذا اللاعب؟ لا، أنا لعيب ملوش مثيل بصراحة، يعني أنا شايف إن رونالدو طبعا لعيب فرق، يعني ده إن هو منتخب البرتغال يتعادل على أهداف بتاعة رونالدو وأهداف أكثر من رائعة، طبعا ده لعيب طبعا لازم يبقى الاغلى والاحسن في العالم. رونالدو امبارح عمل فرق كبير جدا 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 مع منتخب البرتغال، وشفنا مباراه اكثر من رائعه بين منتخبين ليهم ثقالهم، منتخب اسبانيا ومنتخب البرتغال.
فانا شايف ان رونالدو كان ليه بصمه كبيره جدا في ان يوصل بالشكل دوت لمنتخب البرتغال ان هو يؤدي اداء. ومنتخب اسبانيا متعنا كره قدم حقيقيه طبعا، في نجوم كبيره زي راموس زي كاسياس زي سيلفا زي طبعا كوستا اللي احرز هدفين امبارح، كان في مباراه ممتعه. لكن منتخب اسبانيا يمكن شويه انه في تعالي شويه في الاخر على الكره، كره القدم طبعا ما لهاش كبير طبعا ان هو يتعالى عليها، وكان يعني ضامنين المكسب معاهم وهيزيدوا من السكور اكتر من كده. لكن رونالدو طبعا بالفاول الاخير دوت فاول اكثر من رائع طبعا، اللي هي احرز هدف عالمي بصراحه، وان كان ان هو يعني كان مفتاح اللعب وكان بالنسبه للمهاره بتاعته بالنسبه للتهديف بتاعه، لا تديله لاعب القرن زي ما بيقولوا يعني. كابتن ايمن منصور نجم كره القدم المصريه السابق، شكرا جزيلا لحضورك معنا. شكرا جدا، ربنا يخليك. نتحول إلى أوروغواي ونقرأ من صحيفة البيس الأوروغوانية بعد الفوز على المنتخب المصري في الوقت القاتل. أوروغواي تحطم تاريخها السلبي، الصحيفة أشادت بالانتصار بعد سنوات طويلة من المعاناة مع المباريات الافتتاحية. البيس تحدثت مع اللاعب خوسيه ماريا خيمينيز صاحب هدف الفوز ونقلت عنه قوله: الانتصار رائع للغاية أمام فريق لعب بطريقة دفاعية قوية، نحن لم نتأهل بعد وعلينا تقديم الأفضل في المباراتين القادمتين لضمان العبور لدور 16. ننتقل إلى إنجلترا ونبدأ جولتنا مع صحيفة ديلي ميل التي أجرت حوارا مطولا مع أحد أبرز مهاجمي الأسود الثلاثة. رحيم ستيرلينغ تعامل مع الانتقادات وكأنني أرتدي واقي من الرصاص. رحيم قال أيضا: والدتي تقدم لي النصائح لتسجيل أهداف وأنتظر بفارغ الصبر مواجهة المنتخب التونسي. ننتقل إلى فرنسا ونطالع غلاف صحيفة ليكيب التي سلطت الضوء على المواجهة المنتظرة للديوك أمام المنتخب الأسترالي اليوم وعنونت على صدر غلافها: اليوم الكبير للأزرق، الصحيفة طالبت لاعبي المنتخب الفرنسي بتحقيق الفوز وأشارت إلى أن خوض المباراة في فترة الظهيرة دفع المدرب ديشام لمنح تعليمات خاصة للاعبين للتعامل مع درجة الحرارة أثناء اللقاء. من جانبها وضعت صحيفة بروفانس صورة للثلاثي مبابي وغريزمان وعثمان ديمبلي وعنونت: حان وقت الانطلاق نحو الهدف، في إشارة إلى جاهزية الديوك الفرنسية للانطلاق في كأس العالم بروسيا وسط تطلعات بأن يكون الانتصار على أستراليا اليوم بمثابة انطلاق نحو الفوز بالمونديال. من فرنسا إلى أستراليا ونقرأ في صحيفة غارديان الأسترالية خبرا عن المواجهة المرتقبة تحت عنوان: البحث عن ثالث انتصار تاريخي. الصحيفة أشارت إلى أن المنتخب الأسترالي يبحث عن ثالث انتصار في تاريخه في البطولة بعد الفوز على اليابان عام 2006 وعلى صربيا عام 2010. نتحول إلى الأرجنتين وننهي جولتنا من صحيفة دياريو التي تصدر غلافها نجوم التانجو وعنونه: كل أنظار الكوكب على ميسي. الصحيفة وصفت النجم ليونيل ميسي بالقائد الذي يعتمد عليه المنتخب أو منتخب البلاد في كأس العالم، وأضافت: ستكون الأنظار مسلطة عليه اليوم في مواجهة إيسلندا لتحقيق الفوز والانطلاق لاستعادة اللقب المونديالي بعد غياب 32 عاما. إلى هنا وصلنا لختام حلقة اليوم من جريد، نلقاكم غدا في حلقة جديدة. إلى اللقاء.